إنه أول مصنع لجمع قطع الكمبيوتر في إفريقيا افتتح في تموز يوليو 2015، وقد اختارت الشركة الأمريكية الجنوبية بوزيتيفو بي جي إتش رواندا مقراً لها لتميزها بنظام حكم قوي وبيئة مشجعة للاستثمار وانفتاحها على الأسواق. واستغرق إنجاز المشروع أقل من عام، وخط الإنتاج يعمل اليوم بطاقته القصوى. ننتج في الوقت الراهن حوالي 500 وحدة يومياً، لكننا نسعى إلى زيادة الإنتاج سريعاً، ولدينا القدرة على تجاوز مليون وحدة سنوياً. لذا تتمثل الخطوة الأولى راهناً في تسليم 150 ألف جهاز كمبيوتر إلى الحكومة. وقد وقعت الشركة في تشرين الثاني نوفمبر 2014 عقداً مع وزارة التربية والتعليم الرواندية لتمويل برنامج سمارت كلاس روم، وهي مبادرة حكومية تهدف إلى تمكين الطلاب من اكتساب أسس المعلوماتية والإسهام في دعم التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال التكنولوجيا الحديثة. إني أتعلم كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر واكتشاف تقنيات جديدة. مبادرة أسعدت التلاميذ فيما رأى المدرسون في أجهزة الكمبيوتر الأفريقية الصنع هذه أدوات تربوية قبل أي شيء. هذا يساعد في تعليم الطلبة، فهم متحمسون لاستخدام الأجهزة إذ نستعين بها أحياناً لتعلم اللغة الإنجليزية. تسهل أجهزة الكمبيوتر مهمة التعليم وتنمي الابتكار لدى الطلاب. شركة بوزيتيفو بي جي إتش التي توظف راهناً حوالي 50 شخصاً تم تدريب معظمهم محلياً، تعتزم أن توسع انتشارها في بقية دول إفريقيا وبخاصة في قطاع إنتاج أجهزة الهاتف والتلفاز.